يا رب سلام يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. لا إله حافظ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا خو سعيد جامعة خربوش هذاك في فرنسا هذاك في فرنسا. اسمع طحت شنو واحد روح حيط 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 روح حيط تحت مشو ليه. السلام عليكم مباشره من منطقه سيدي سبيعلي. كيف كتشوفوا معنا الاجواء ديال الصومعه اللي طاحت يدينا يدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من منطقة سيدي سمعلي بالضبط طريق الرابطة ما بين المصلى وسوق بولارباح. كيف كتشوفوا معنا الفيديو اللي كان متداول في منصة مواقع التواصل الاجتماعي وبالضبط منصة الفيسبوك. الفيديو اللي تبارتج أكثر المشاهدة. الآن الأدمين ديال صفحة وي آر مراكش انتقل إلى عين المكان باش نقول لكم الأجواء ديال المخلفات ديال ونعم بالله. مباشرة من منطقة سيدي سمعلي بالضبط الطريق الرابطة بين المصلى وبولارباح. كيف كتشوفوا معنا المسجد اللي تحت اللي طاح الجزء العلوي ديال الصومعة بعد الهزة الأرضية اللي كانت مقربة تقريبا على بعد تقريبا ساعتين من الهزة الأرضية اللي بلغت مستوى 7 على حسب سلم ريشتر. الحمد لله ما كاينينش وفيات في منطقة مراكش ولكن على حسب ما وصلنا أن كاين هناك وفيات في منطقة الحوز وبالضبط منطقة مولاي إبراهيم وأمزميز. كنتمنى أن ما بقيش ما تكونش خسائر بشرية كثيرة. سمحوا لي خلني التعبير ولكن الصورة أمامي هي اللي كتخليني أنني ما نقدرش نركز باش نوصل لكم. ورا الصورة ورا الصورة كتشرح النفس ديالها بالضبط. كيف كتشوفوا معنا هذا هو الجزء العلوي اللي طاح من بعد الهزة الأرضية. هذا المحل هذا الى هنا مشاهدين صفحه وي ار مراكش. ننتقلوا معكم الى منطقه وكاين 151 وفاه حصيله اوليه في منطقه الحوز.
على حسب بلاغ وزارة الداخلية. إلى هنا مشاهدين صفحة وئر مراكش، غننتقلوا معكم مباشرة لمناطق أخرى بمدينة الحمراء. بقوا معنا في اللايف غيتقطع، ولكن غنحاولوا نبدو لكم الأجواء بالضبط كيف ما هي. دمتم في رعاية الله.